بغيت أنا غير نأكد على أن المؤسسة، مؤسسة الفقيه التطواني، حقيقة تقوم بدور مهم، وخا أنا كنحضر لأول مرة ولكن طبعا كنسمع وتبعت إلى آخره. تقوم بدور مهم وفعال في الكثير من المجالات اللي هي ماشي تخصصت فيها ولكن صرفت العمل فيها، مع المرأة والأطفال إلى آخره، وفي الميدان الثقافي وغيره. وأملي أو كل ما أتمناه هو أن أطلب لها الدعم إن لم يكن لها، ومزيدا من الدعم إن كان لها في كل ما تقوم به. وبالمناسبة بغيت غير واحد الطرفة بسيطة، لأنه ما عرفش شكون اللي كان كيتكلم وذكرتها، مر عليها هذا اللي غادي نقول عادي وبسيط، مر عليه يمكن 52 سنة، إذ كنت قد كتبت ونشرت في مجلة أقلام سنة 1972 مقالا بعنوان أدب التلاميذ. أدب التلاميذ، وقصة هذا المقال أنني كنت جديد وشباب وكذا، ودخلت القسم، بديت وأنا متأثر بالشعر التفعيلة والشعر الحر الذي عرف فيما بعد بالشعر الحر، فبدأت أدرس لتلاميذ الثانوي القصائد من الشعر الحر، قصائد من الشعر الحر، فدوى طوقان، سميح القاسم، محمود درويش ذاك الساعات في القصائد ديالو البدائية الأولى، ومن شعراء المغاربة. وأذكر أنني درست هؤلاء التلاميذ قصيدة للشاعر أحمد هنوي الشاظمي من ديوانه المشترك أشعار للناس الطيبين مع إدريس المليني وشخص ثاني، وهذه القصيدة كان ربما عندها بعد، أنا ما فطنتش ذاك التاريخ، يمكن بعد إلحادي، غفر الله لي. وقصيدة كانت من القوة والمباشرة، لدرجة أنني ما زلت لحد الآن كنحفظ منها أبيات ماشي ضروري نسمعكم إياها. فقلت بديت كندرس تلامذ، طولت ياك، قد كندرس تلامذ هذا الشيء ديال الشعر الحر، طبعا جمع لي واحد المادة كبيرة من داك الشيء ديال التلامذ، مستوى ديال الثالثة ثانوي ذاك الساعات إلى آخره. فدرت جوج ديال المقترحات، المقترح الاول هو نسمع التلاميذ، اولا نسمع التلاميذ في القسم داك القصائد ديالهم، ومن بعد غادي نستي القصائد اللي انا كاتبه لي حسب الدائقه المهمه ونكتب عليها. وكذلك كان في نيتي انه هذا العمل اللي كنقوم به زعما، يعني انا شاب يمكن يساعد الشبان على من ناحيه كتابه الشعر ومعرفه هذا الشعر اللي ماشي بالمعنى نقولوا كلاسيكي، شعر العمودي، قافيه وراوي الى اخره، ويعني ويخرجوا لواحد العالم جديد. وربما ربما ربما مع التطور يمكن ينسجوا على منوال ما كنت يعني ادرسهم اياه، يا شعر يا غيرها. للأسف الشديد بعد مرور 52 سنة، أولا نشرت المقال نشر في مجلة أقلام بعنوان أدب التلاميذ هكا، وطويل يمكن في شي 8 صفحات ولا 9، مع منتخبات من شعر التلاميذ، ولكن ماشي تفاجأت فيما بعد بمرور سنوات أن لا أحد منهم والناس اللي حافظوا ولا حافظت على العلاقه ديالي معهم، يعني من بعد سنوات وداك الشيء، كان واحد فيهم بنكي والباقي ربما في المراحل المتقدمه كانوا مشاو شاهد الفلوس، كان عندهم مهن اخرى ولكن لا علاقه لها لا من قريب لا بالشعر ولا بالادب. فيعني احسست بنوع من الغبن، ويعني ايه شكرا وتحياتي.